بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يمكن أنا 7/1/2021، وحاولت أن أنا أخش على منظومة الضرائب أو موقع المنظومة الإلكتروني، يعني اللي هو الطبيعي بتاعنا، طبعا بعيدا عن الشركات الكبيرة أو الشركات المتوسطة اللي هي كبار الممولين والمتوسطي وكبار المهن زي ما كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات. ولاحظت شوية حاجات كده حبيت ان انا يعني اشيرها معاكم. اولا انا بس عايز ارجع اقرأ معاكم، ده طبعا القانون 206 اللي هو الاجراءات، وده مواعيد اللي هي المادة 31، مواعيد تقديم الاقرار الضريبي، طبعا الاقرارات الشهرية، الاقرارات ربع السنوية. وبيقول هنا الاقرارات ربع السنوية يلتزم اصحاب الاعمال والملتزمون بدفع ايرادات خاضعة للضريبة على المرتبات. طبعا هنا الجدل اللي قايم دلوقتي اللي هو طب الشركات اللي ما عندهاش موظفين، يعني مورط ممول فرد وبيعمل لوحده ومعهوش موظفين، هل يقدم صفري ولا ما يقدمش؟ طبعا بما ان اللائحة لسه ما نزلتش واحنا مش عارفين، فيعني نصحنا الناس ان هي نقدم صفري لغاية لما نشوف هنعمل ايه. طيب مفيش مشكلة، هو قال هنا تقديم اقرار ربع سنوي الى مأمورية الضرائب المختصة. طبعا مأمورية الضرائب المختصة هو هنا طبعا احنا بنقدم على الموقع زي ما احنا شرحنا في فيديوهات قبل كده، ويعني يمكن ده برضو كنا عملنا فيديو لقانون 206 فمش هتكلم فيه كتير، ولكن انا اللي مهتم بيه النهاردة هو اعداد اقرار ضريبي بالتسوية النهائية اللي هي التسوية الخاصة بكسب العمل او بضريبة المرتبات. وبيقول هنا ان الضريبة دي او الاقرار الضريبي بالتسوية ده في نهاية السنة يتم تقديمه برضو لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير، موضحا به اجمالي الايرادات لتقاضاها العامل خلال السنه، منها جميع الاستقطاعات والاعفاءات المقرره قانونا، وعلى صاحب العامل او الملتزم بدفع الايراد سداد ما يستحق من فروق ان وجدت دون الاخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به. اذا هنا هو قال ان التسويه دي هتقدم لمأموريه الضرائب المختصه، وهنا برضو قال الى ضريبه مأموريه الضرائب المختصه. طبعا هرجع الموقع تاني، لما هنخش هنا كده طبعا واحنا برضو عملنا الفيديو ده قبل كده، ظهر النهارده في نموذج 4 كذا يعني تابة جديدة زي ما انتم شايفين كده، تحميل التسويات الضريبية لغير الخاضعين فترة، طبعا غير الخاضعين لقانون المدني او قانون الخدمة المدنية، هنا تحميل تسويات الضريبية لغير خاضعين فترة تانية، تحميل تسويات خاضعين فترة اولى فترة تانية برضو، تحميل تسويات لأي جهة اخرى فترة أولى، وتحميل التسويات لأي جهة أخرى فترة تانية. وهنا عرض طبعا النموذج اللي حضرتك عملته، وبعد كده يعني طبعا نموذج 4 نفسه اللي هو موجود يعني. طيب تعالوا نبص كده سوا على، أنا نزلت مثلا غير الخاضعين فترة أولى أهو، هنبص نشوف ايه البيانات اللي مطلوبة في التسويات دي، مع ملاحظة ان مفيش هنا مكان لرفع الاكسلات ديت، فهو ده اللي لفت انتباهي، هل فعلا احنا هنروح نقدم ده في المأمورية؟ هو هنا طلب كود الموظف، الرقم القومي، اسم الموظف، الرقم التأميني، الوظيفة، مدة العمل، كل بقى البيانات الأساسية، يعني مرتب أساسي، علاوات لحد 13 لحد 14، إضافي، مكافآت، بدلات، منح شهرية، مزايا نقدية، علاوات خاصة، مبالغ معفاة، حصة العامل في التأمينات، أجر أساسي، حصة العامل في التأمينات أجر متغير، أقساط أخرى، اشتراكات صناديق تأمين، إعفاءات، دمغة، إجمالي خصومات، صافي الوعاء، الوعاء السنوي، شريحة، الضريبة قبل الخصم، خصم ضريبي، الضريبة المستحقة فترة أولى، واسم الجهة أو الوحدة التابعة ليها المأمورية. كويس، ويمكن يعني هنشوف طبعا المأمورية اللي حضرتك بقى واخد بالك تابع ليها هتكتب اسمها هنا. كويس، لما نيجي في الفترة التانية هنبص نلاقي ان هو زود يعني نفس الكلام بالظبط، ولكن هنا برضو بصوا نفس الكلام، بداية من كود الموظف عشان ما نقعدش بقى نعيد تاني الكلام ده، ولكن يعني لغاية لما انا وصلت هنا اهو جه قال لي هنا ضريبة مستحقة، ضريبة عن فترة تانية، مستقطعة عن فترة تانية، المستحقة عن الفترة الأولى، والضريبة المستقطعة عن الأولى، وإجمالي الضريبة عن 2020، والفروق الضريبية المستحقة عن 2020، والمساهمة التكافلية 1% طبعا حسب التعليمات أو القانون اللي نزل إن يتخصم من كل عاملين 1%،
كمساهمة تكافلية يتم سدادها. طيب هل النهاردة المساهمة التكافلية 1% دي هيتم سدادها ب يعني على حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي زي ما احنا بنعمل في الشركات او في الطبيعي، يعني في الاشخاص الاعتبارية والاشخاص الطبيعية، ولا هيتم وضعها هنا وسدادها مع الفروق الضريبية؟ اعتقد ان هي طبعا هتتسلم او هتتسوق او هتدفع من خلال الحساب بتاع الهيئة العامة للتأمين، ولكن برضو محتاجين ان احنا نسأل ونعرف طبعا اسم الجهة او الوحدة اللي ايه اللي تابعة. نفس الكلام حضرتك هتلاقيه كمان هنا في تحميل خاضعين للخدمة المدنية، بس ده طبعا للعاملين في الحكومة او في شركات قطاع الاعمال العام. فطبعا يعني احنا هنا مش في مجال ان احنا نشرح ده دلوقتي، ولكن هتبص حضرتك تلاقيه يعني مش مختلف كتير عن اللي موجود هناك، الا في البنود بقى معينة كويس، وبرضه في الاخر ضريبة واسم الجهة زي ما احنا شفنا هناك. فدي حاجة يعني استرعت انتباهي النهاردة وانا ببص على المنظومة. تاني حاجة صراحة حاولت ادخل على اقرارات الدخل وقلت اجرب اللي هو الاشخاص الاعتبارية زي ما احنا جربنا يمكن السنة اللي فاتت، فلقيت ان مش متاح عندي هنا 2020، انا عندي 18 وعندي 19 فقط، ولو ان انا بعض المؤسسات زي مثلا المدارس كان المفروض ان ميعاد الاقرار بتاعي ينتهي في 31/12 وكان 2020 موجود وسلمنا اقرارات بالشكل ده على 2020 لبعض المدارس والجامعات. ولكن بعد شويه انا خدت بالي طبعا، ولو ان الخط صغير انا ما خدتش بالي في الاول، ولكن لو حضراتكم ركزتوا معايا هنا بيقول يرجى العلم انه سوف يتم اتاحه نسخه الاقرارات لسنه 2020 بتاريخ 14/1/21. يعني الاقرارات بتاعتنا بتاعت الدخل لن تكون سواء للشخص الطبيعي او للشخص الاعتباري لن تكون موجوده، واخد بال حضرتك، قبل يوم 14/1/21. فبالتالي يعني ده فسر لي الحته دي لما جيت اخش على اقرارات الدخل وما لقيتش سنه 2020 موجوده، فبرضو ده يعني جاوب لي على السؤال ده، بس يعني اقترح ان هم يكبروا الخط شويه عشان نقدر ان احنا نبقى شايفين. طبعا ملاحظه برضو تانية لاحظتها هنا، طيب انا حملت التسويات ولكن اصبح ما عنديش هنا مكان لتحميل الاكسل شيت بتاع التسويات. فانا ما اعرفش بقى زي ما قلت لكم في الاول هنروح المأمورية ولا هنعمل ايه، لسه مش واضح الكلام ده. زي ما احنا كنا بنعمل مثلا في اي نموذج زي مثلا الخصم والتحصيل مثلا، كويس، لما كنا بنعمل اضافة مثلا، واخد بال حضرتك كنت تقدر تعمل اضافة بهذا الشكل خلاص، ولكن كنت كمان تقدر ان انت تعمل استيراد تعاملات من الملف، يعني كنت تعمل اكسل شيت وتقدر ترفع الملف. انا ما عنديش الاستيراد ده، مش متاح عندي دلوقتي في نموذج المرتبات، فانا ما اعرفش بقى هل الاكسل شيت ده هيتاح بعد شويه، بس طبعا احنا قدمنا الاقرار وعندنا لغايه اخر شهر يناير عشان التسويات، فاعتقد ان لسه يعني قدامنا فتره يمكن يكون ده من ضمن التعديلات اللي بتتم على الموقع. على العموم يعني ادينا منتظرين وهنشوف ايه اللي هيحصل. انا بس يعني دايما احب اكيب حضراتكم ابديتد زي ما بيقولوا، فان شاء الله باذن الله كل حاجه جديده تظهر في موقع الضرائب ان شاء الله هنتناقش فيها سوا وهنعرضها. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.